تفضل حبيبي. رهف، انت عندك حساب على الفيسبوك؟ طبعا عندي، ومو بس على الفيسبوك وعلى تويتر كمان، ولا يعني كيف بدي اقعد كل النهار بالبيت لحالي؟ وحكي شي عني؟ لا اعوذ بالله، ولا جبت سيرتك بالمرة. افتحي لي حسابك. حكي عن علاقتنا. حبيبي هذا حكي عادي، أنا مو جايبة في سيرتك، كل العالم بتكتب مثله. وعن سوسن كمان. من أصدقائك على الفيسبوك؟ من أصدقائك؟ ما في حدا. أنت طلبت الصداقة من سوسن؟ رهف، انت طلبت الصداقة من سوسن؟ ايه انا. ليه؟ ليه بدك تفضحي علاقتنا؟ لانك بدك ترميني برا. يعني اذا فضحتي علاقتنا ما برميكي برا؟ انت وحدة مجنونة؟ ايه انا مجنونة، انا مجنونة لاني سمحت لك تستغلني وتهيني. ساعتين وبتخلي البيت.